تعرضت النجمة لطيفة التونسية لإصابة بقدمها أثناء وجودها بمنطقة الجونة، وعلى هامش مشاركتها بمهرجان الجونة السينمائي اللي طلت خلال يوم افتتاحه. فبعد انزلاقها تم نقلها للمستشفى فخضعت للفحوصات اللازمة وتمت معالجتها. أما الطبيب اللي أشرف على حالتها فطلب منها الراحة التامة وعدم التحرك، ولهيك قررت ترك الجونة والعودة إلى بيتها بالقاهرة عبر الكرسي المتحرك، علما أنه كان من المقرر حضورها باليوم الختامي للمهرجان، لكن الظروف أجبرتها على السفر. أطمن الفانز بتوعي، شكرا لأيمن، الجونة فيستيفال وربحة وكل اللي قايمين على الفستيفال، الحمد لله عدت على خير. and thank you very much. ميرسي ربحة. ميرسي أيمن.